بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا هنا في القصعة محضرينها، هذه آخر يوم في العرس. احنا ريتو أول نهار وريناكم القصعة اللي جايتنا، بعثتها أم العروسة يطيبوها أهل العروسة. اليوم احنا باش نبعثو لهم آخر نهار، باش نبعثو لهم هذه قصعتنا اللي حضرناها وطيبناها. عادات يعني وتقاليد، ما نعرفش شنو مغزاها، يا طريقة مودة أو إكرام ولا شنو يعني عادات أجدادنا، وإحنا هنمشيو بها وإن شاء الله تعجبكم فكرتنا وعاداتنا. شكون يمشي؟